تعتقد الطريق للعودة من وجهة نظر حضرتك؟ شوف، إذا بوجود الصراع الرياضي الموجود الآن والصراع الرياضي السياسي والخلافات والمشاكل الكثيرة وسوء اختيار الجمعيات العمومية للأندية، وجود كثير من الناس في الأندية لابتعادهم يعني عن الرياضة وعن حتى يعني بالإدارة، ما يعني ما عندهم المام ولا خبرة، فبالتالي المنتخب يعني الأندية والمنتخب يعانون. فبالتالي إذا أنت وجدت إعداد صحيح للمنتخب والنادي واشتغلت يعني بالمراحل السنية، أنت بالتالي إن أنت يمكن تعد فريق أو يكون عندك طموح. لكن أنا أكون صريح معك، الآن الوضع يعني لا غير مطمئن يعني. هل تعتقد الصحة الحالية للمدرب؟